السلام عليكم، وياكم عمر فلاح. ان شاء الله اليوم راح اشرح لكم فيديو بالكلينيكال اكزامينيشن، ويانا دكتور احمد اللي راح يمثل لنا دور المريض. فراح نطلب من دكتور احمد انه يستلقي. الموضوع راح اشرحه اليوم هو الساينات اللي تطلع لنا بالاسايتس. الاسايتس مثل ما تعرفون هو تجمع للسوائل، يحصل لما شخص عنده مثلا في حاله الليفر فيلير او الليفر سيروسيس، راح يصير عندنا راح يصير تجمع للسوائل لعده اسباب. راح تجمع السوائل في منطقه الابدومن، فبالتالي راح عندنا ساينين راح نشوفها. عندنا اول ساين اسمها شيفتنج دولنس، وثاني ساين هي الفلويد ويف او ترانزميتد فريل. فراح اشرحها ان شاء الله بالتفصيل. اول ما راح اشوفكم الساينات بعدين راح اكمل شرحها. اول ساين اللي هي راح اشرحها اللي هي فلويد ويف او ترانزميتد ثريل، راح اطلب من المريض انه يضع ايده في منطقه المنتصف بهذا الشكل، وثم راح اضع يدي بهذه الطريقه على الجهه المقابله، وراح اطرق طرقات خفيفه من هذه الجهه. المغزى من هذا الساين شنو؟ لو كانت في سوائل متجمعه في منطقه الابدومن ايش راح يصير؟ راح تصير موجه ضغطيه لما اطرق، راح تنتقل خلال السوائل للجهه المقابله، راح اقدر احسها في يدي المقابله، فبهذه الحاله راح نعرف انه موجوده السوائل. ليش وضعنا ايد المريض بهذه الطريقه في منطقه المنتصف؟ حتى لا تنتقل الموجه عن طريق الجلد والسوفت تيشيو، احنا بدنا نتاكد انه في سوائل او ماكو سوائل. في الحاله الطبيعيه لما اضغط ما راح احس اي شيء بالجهه المقابله لان ماكو سوائل، لكن لو كان المريض عنده اسايتس ومتجمع السوائل في منطقه الابدومن راح اقدر من خلال الطرق الخفيف اقدر احس الموجه الضغطيه، او راح احس ان موجه الطرق وصلت للجهه المقابله. اما بالنسبه للشيفتنج دولنس فهي طبعا الدولنس هو هذا الصوت المبكوم اللي يكون نتيجه لتجمع سوائل او كثافه زايده، والتيمبانيك ساوند هو الصوت مثل الطبل لما يكون هواء اكثر. فنحن نعرف انه منطقه الامعاء هنا موجوده، فتكون هنا منطقه تيمبانيك ونحو الاطراف تكون دولنس. فبالتالي لو جينا من منطقه الميد لاين منطقه المنتصف وبدينا نعمل بريكاشن، فراح نحدد المنطقه اللي راح نشعر بها صارت الدلنس في هذه المنطقه. نفرض انه هذه المنطقه، فراح اطلب هسه من المريض انه ينثني بهذا الشكل، وهسه راح ايضا ارجع من نفس منطقه المنتصف وابدا اعمل بريكاشن، وراح اشوف انه طبعا هنا الحاله السليمه انه الدلنس بنفس المستوى. ليش؟ لانه ماكو سوائل، فبالتالي ما تغيرت الدلنس في هذه، لانه الصوت ظل ثابت نفسه. لكن لنفرض انه المريض كان عنده اسايتس، السوائل ارجع لنفس الوضعيه، السوائل كانت متجمعه بهذا الشكل، فلما جيت اسوي الدلنس فجيت حسبتها لنفرض هنا بهذا المكان، لكن لما قلت له انثني هسه السوائل نزلت، فبالتالي عملت على منطقه الدلنس، زادت الدلنس بهذا المكان، فبالتالي راح خط الدلنس صعد، او انه هذا اللي نسميه شيفتنج دلنس. فبالتالي نعرف انه السوائل موجوده من خلال اختلاف الصوت، من خلال الدلنس. فهذه الرسمتين هي توضح شلون بده يصير العمليه، انه هنا عندنا سوائل، ولما طلبنا من المريض ينثني السوائل تجمعت، فبالتالي لو جينا نطرق راح نشوف الدلنس اختلفت من هذا المستوى عن هذا المستوى، بالتالي هذه الشيفتنج دولنس. وبالنسبه للفلويد ويف او ترانزميت ثريل فده نشوف انه هذه السوائل، وبالتالي لما نطرق راح تجي موجه ضغطيه راح تتولد في هذا المكان، وبالتالي راح تنتقل هذه الموجه الضغطيه عن طريق السائل الى الجهه المقابله، وبالتالي راح نشعر بها. شكرا لكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني. شكرا جزيلا.